نعم أحسن الله إليكم. تقول أخيرا يا فضيلة الشيخ أفتوني في هذه المسألة فضيلة الشيخ، وهي الأخيرة من أسئلتي، حيث إنها تسبب لي القلق وبعض الضيق أحيانا، خوفا على مستقبلي. لقد درست وأكملت الدراسة إلى المرحلة المتوسطة، ثم درست نصف عام في المرحلة الثانوية في النصف الأول ثانوي، وقد كنت متفوقة كثيرا ومن أوائل الطالبات في جميع المراحل الدراسية التي أكملت دراستها، ولكنني في الصف الأول الثانوي درست نصف عام ثم ذهبت لأداء أول اختبار للفصل الدراسي، ولكنني في اليوم الثاني لم أذهب لاستكمال الامتحان، وذلك بسبب سوء حالتي النفسية وعدم القدرة على استكمال الاستذكار، وكذلك أيضا بسبب حالتي الجسدية، وكذلك بإصرار من والدتي بعدم استكمال الدراسة لأنها تخاف علي، وعدم رضاها بأن أذهب للدراسة مرة أخرى وأستكمل المرحلة الثانوية. فهل أطيع والدتي ولا أكمل الدراسة، أم أعود للدراسة حيث إن ذلك يضايق والدي ووالدتي كثيرا؟ أفتوني مأجورين. إذا كان الوالدان لهما ملحظ صحيح في منعك من الدراسة فإنك تستجيبين لهذا المنع لأنه في صالحه، أما إذا لم يكن هناك ملحظ صحيح وإنما هو مجرد تخوف أو توهم لا حقيقة له، فعليك أن تقنعيهما بأنه لا محذور عليك ولا خوف عليك، عليك بإقناعهما، أو أن توسطي من يقنعهما ممن يؤثر عليهما ويوضح لهما مصلحة الدراسة وانتفاء الضرر. فإذا حصل التفاهم والاقتناع فهذا لا شك أنه أطيب وأحسن. نعم.